للمزيد حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا كريم بابرس من مراسل التلفزيون المصري من هناك. كريم، هل لك أن تطلعنا على أبرز الفعاليات اللي تابعتها النهاردة؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. هذه الفعاليات التي تحدثتم عنها لا تتوقف منذ بداية المهرجان ومستمرة حتى نهاية هذا المهرجان. الفعاليات الرياضية، الثقافية، الترفيهية بمختلف أنواعها متواجدة هنا في المنطقة الترفيهية. من أهمها بالطبع هي فيما يتعلق بالرياضة الكرة الشاطئية وأيضا كرة السلة وكرة القدم. هذه الفعاليات بدأت ببطولات بين أساطير كرة السلة وأساطير كرة القدم وأيضا فرق النوادي المصرية والجامعات في كرة الطائرة، ولكنها مستمرة على مدار الأيام الماضية واليوم أيضا بين الشباب. رحلات اليوم الواحد من وزارة الشباب والرياضة، رحلات الجامعات المختلفة تأتي بالشباب وهنا يمارسون هواياتهم المختلفة عن طريق لعب كرة القدم أو لعب كرة الطائرة أو حتى لاعب كرة السلة. بالإضافة لذلك أيضا هؤلاء الطلاب يأتون إلى المنطقة الترفيهية ويجلسون هنا في أماكن مخصصة لهم، وخصوصا طلاب الفنون التطبيقية والفنون التشكيلية، ويقومون برسم المنطقة من حولهم أو رسم يعني رسومات متعلقة بالمهرجان بشكل عام. ومنهم من يعمل على النحاس، ومنهم من يرسم بالألوان الطبيعية، ومنهم من يرسم بألوان الأخشاب. ولكن ما تميزت به المنطقة هي أجواء العالمين الجديدة التي تتميز بها هذه المنطقة، مما تساعدهم على إخراج يعني مواهب أكبر بشتى الطرق لي وشتى أنواع الرسم وبجميع أنواعه يعني. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا تم إنشاء مسرح هنا في المنطقة الترفيهية ليستقبل المسرحيات المختلفة، ورصدنا يعني خلال الثلاثة أيام الماضية مسرحية الشهرة للمخرج الكبير خالد جلال، وتستمر عرض هذه المسرحيات باختلافها وأنواعها على مدار الأسبوع، وفي انتظار بالطبع مسرحية السندباد خلال الأسبوع القادم بطولة النجم كريم عبد العزيز. ولكن هذا لا يقتصر على المنطقة الترفيهية فقط، هناك أيضا المسرح الروماني واليو أرينا، ويتستقبل أيضا الحفلات الترافية والحفلات الموسيقية لعدد من الفرق، فرق الأندر جراوند على سبيل المثال في المسرح الروماني، يعني حفلات موسيقية وحفلات أيضا سهرات يعني ربما رصدناها خلال الأسبوع الماضي وستستمر خلال هذا الأسبوع. في انتظار أكيد في نهاية الأسبوع حفل اليو أرينا وحفل النجم الكبير عمرو دياب، بالإضافة لاستمتاع عدد كبير من الجمهور بحفل رامي جمال للجمعة الماضية. هذه الفعاليات ربما يعني تجتمع سويا في مدينة العالمين الجديدة لتتحول من مدينة موسمية صيفية إلى مدينة مستدامة. هذه الملاعب ستستمر بعد المهرجان، هذه الأماكن ستستمر بعد المهرجان بفترة طويلة. بالإضافة لذلك أيضا استمرار فعاليات مبادرة 100 يوم صحة التي موجودة في الممشى الصحي أو شارع الصحة أمام المنطقة الترفيهية للكشف المبكر والكشف المجاني على جميع الشباب وجميع من يأتون إلى مهرجان العالمين الجديدة بشكل عام، ويتم تحويلهم بعد ذلك إذا احتاجوا اي يعني تغييرات او اي تدخلات عمليه جراحيه او غيرها يتم تحويلهم بعد ذلك للاماكن المخصصه. لذلك هذه الفعاليات الصحيه وهذه الفعاليات الرياضيه تستمر بعد ذلك، حتى انشاء مدينه جامعه العالمين تدل على استمرار الحياه بعد مهرجان العالمين الجديده في مدينه العالمين. الصوره لا تتوقف هنا، لكن ربما ايضا يعني تم انشاء منذ يومين شاشه عرض كبيره بالمجان لكل مرتدي العالمين الجديده ليتابعوا مباريات الاولمبيات، ومنها كانت مباراة مصر منذ يومين، وبالطبع بعد تأهل المنتخب المصري إلى نصف النهائي بأولمبياد تحديدا كرة القدم وربع النهائي لكرة اليد، ينتظر عشاق الكرة المصرية كرة اليد وكرة القدم أن يتابعوا هذه المباريات، وستكون متواجدة هنا في المنطقة الترفيهية على هذه الشاشة التي وفرتها الشركة المتحدة لجميع الناس بالمجان. أشكرك جزيل الشكر كريم بابرس على هذه المتابعة الوافية دائما من مدينة العالمين الجديدة، شكرا جزيلا لك.